استعرضنا أسماء المشاركين، لون المجاهيم اليوم بيرق المؤسس، كيف ترى الشوط بشكل عام؟ قبل استعراض الأسماء يا أبو يا فهد وإخواني، طبعا هناك بشرى من المشرف العام على الزاين الشيخ فهد بن حثرين، بشرى الملاك لبل بعشرة مهرجانات. يا سلام. أنا الحين أزفكم بشرى من السوق، إنه من ذاك اليوم وهو مرتفع سهم البيع والشراء وجاي شريطية جدد، وقامت السيارات في ذا السيدة ما تخلي أي مطية زينة ولا سنعة ولا حتى المراح. هناك جمل انباعت، هناك فرديات انباعت، هناك ابل بالمراح انباعت، هناك ابل من تحت المزاين او في اخر البل انباعت، والخير مقبل. هذه بشرى لكم وللملاك البل. الله يبشرك بالخير. الاسماء طال عمرك اليوم اسماء قويه، طبعا اسماء قويه، منها اللي قد خدها مراكز اولى، ومنها اللي خدها بيرق، ومنها اللي انت شفت، لكن ما نقدر نحكم على شيء يا فهد حتى نشوف البل قدامنا مستعرض ان شاء الله في العرض الاول والعرض الثاني، واسمع اخوي فنيس واسمع ابو علي لانهم قدوتي في كل شيء. عسى الله يقويهم. طيب.